دخل عليها أوضتها لقاها قاعدة مع صاحبها خطيب البلوجر سارة يفتعل أزمة. أهلها قالوا لي قبل كده ما تدخلش أوضتها غير لما تتجوزها. البلوجر سارة محمد فقدت بصرها، عملت أكتر من عملية في عينيها لكن مفيش فايدة، وفقدت بصرها بالكامل بعد ما كان عندها أمل إنها تشوف حتى لو بسيط جدا. لكن الأمل راح بعد آخر عملية والنور راح تماما من عينيها. كل ده عارفينه وكلنا زعلنا عليها ودعينا لها بالشفاء. اللي حصل بقى إن خطيبها طلع عنه كلام إنه بيفكر يفسخ خطوبته منها، وإنه عايز يشوف حياته مع واحدة تانية بعد اللي حصل لسارة. لكنه طلع ونفى كل الكلام ده، ومش هو بس، والدته كمان قالت إنهم مستحيل يتخلوا عن سارة ولا هيسيبوها أبدا، وإنهم مستعدين يكتبوا الكتاب النهاردة قبل بكرة، وإن مفيش أي نية لفسخ خطوبة. الأيام عدت وخطيب سارة كان كل يوم والتاني يروح يزورها ويطمن عليها علشان ما تحسش إنها لوحدها، وكان بيحاول يهون عليها اللي هي فيه واللي حصل معاها. ورغم إن نفسيتها كانت متدمرة الأيام اللي فاتت، لكنه كان بيحاول يخرجها من اللي هي فيه ويخليها تبتسم ويقضي اليوم كله معاها. لحد هنا والدنيا كانت ماشية تمام، لكن نعمل ايه في التلاكيك والحاجات اللي الانسان بيخترعها لما بيكون عايز يخلع؟ خطيب سارة راح في يوم علشان يزورها، لقاها قاعدة في اوضتها كالعادة، وكان في واحد صاحبها جاي علشان يزورها وقاعد معاها في اوضتها. خطيب سارة وشه قلب والدم غلي في عروقه، وفضل يزعق ويقول ازاي اشوف المنظر ده؟ يطلع مين ده علشان يدخل لحد اوضتها ويقعد معاها ويطمن عليها؟ خطيب سارة كان متعصب جدا وفضل يقول كلام غريب وكأنه كان مستني اللحظة اللي ينفجر فيها. خطيب سارة قال ده أنا لما كنت باجي كنت بتقولولي ما ينفعش تدخل أوضتها ولا تشوف السرير اللي هي بتنام عليه غير لما تكتب الكتاب، وكنتم حسسيني أن أوضتها دي منطقة عسكرية. دلوقتي عادي أني أجي ألاقي واحد صاحبها قاعد في أوضتها علشان هي مش قادرة تقوم تخرج تقعد معاه؟ طب ويدخل الأوضة ليه؟ هو يعني اللي كاتب كتابه عليها؟ وكأن دي الشرارة اللي خطيب سارة كان مستنيها علشان يحولها لمشكلة كبيرة، رغم ان اخت سارة قالت انهم ما كانوش قاعدين لوحدهم، دول كانوا مجموعة، بس خطيب سارة بيغير من الشخص ده بالذات، علشان كده لما شافه اتجنن وعمل اللي عمله. ولحد دلوقتي موقفه مش مفهوم، هل مجرد خصام عادي وهيروق ويصفى ويبقى زي الاول؟ ولا هيكبر المواضيع وتبقى دي الحجة اللي هيفسخ بيها خطوبته من البلوجر سارة محمد وهيخلع؟ يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش.